تعلم دكتور أسامة، يعني من اللافت للنظر أيضا أن صحيح أن اعتبارات الأمن القومي سواء المصري أو الأردني تقتضي الرفض التام لهذا المخطط، ولكن الدولتين تتحركان من منطلق أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالأساس الأول، وحرصت الدولتان طوال العقود الماضية على أن تبقي هذه القضية في دائرة الضوء. يعني أولا لولا الجهود المصرية ولولا الجهود الأردنية أعتقد أن القضية الفلسطينية كانت توارت زي الأولويات الدولية. أولا لأن مصر والأردن تتحركان وفق مسؤوليات تاريخية تجاه القضية الفلسطينية. مصر على سبيل المثال هي أكثر دول المنطقة التي تعاملت وتحملت مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية سلما وحربا ومفاوضات وخوض لتجارب عديدة ومنحنيات كثيرة في العلاقة أو في تطورات السياسة المصرية. كانت القضية الفلسطينية هي المركز وهي اللبنة الأهم في كل التحركات المصرية. أيضا الأردن بما لديها من أدوار تتعلق بحماية المقدسات الإسلامية والإشراف على الأوقاف الإسلامية في القدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أيضا لديها مسؤوليات ولديها أدوار متقدمة. وبالتالي أعتقد أن كثير من الظروف والقضايا الساخنة التي شهدتها المنطقة كانت دافعا لأن تتوارى القضية الفلسطينية لمؤخرة الاهتمامات على الأجندة الإقليمية والدولية. لولا الإدراك المصري ولولا الإدراك الأردني ولولا الاتفاق فيما بين الدولتين على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة أن تظل هذه القضية حية في الذاكرة وفي الوجدان وفي العمل السياسي العربي والعمل الإقليمي والدولي. وبالتالي التحركات المصرية على كل الأصعدة والتحركات الأردنية في مختلف المحافل تشير بشكل واضح إلى أهمية أن تظل هذه القضية محور اهتمام إقليمي ودولي وألا تتوارى بعيدا عن أنظار العالم، بل على العكس أعتقد أن هذه الأزمة في قطاع غزة كشفت كيف كانت الرؤية المصرية والرؤية الأردنية سابقة للأحداث التي تجري اليوم. من يراجع على سبيل المثال الجهود المصرية الأردنية نتذكر أن العقبة مدينة العقبة الأردنية استضافت اجتماعا للتنسيق الأمني في شهر فبراير الماضي، ومدينة شرم الشيخ استضافت بعدها بشهر في مارس الماضي نفس الاجتماع وكان بحضور الولايات المتحدة ومصر والأردن بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وكانت هناك تحذيرات واضحة من مغبة الاستفزاز الإسرائيلي ومن مغبة الإجراءات الإسرائيلية وأن هذه المسألة ستشعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللأسف الشديد لم تلقي الحكومة الإسرائيلية بالا بهذه التحذيرات فانفجر الوضع ووصلنا إلى ما نحن عليه الآن. وبالتالي مصر والأردن لديهما رؤية متقدمة، لديهما رؤية عميقة للغاية للملف الفلسطيني وللوضع في المنطقة، ولديهما اهتمام مشترك بفرض الاستقرار وبإحلال الاستقرار والأمن والهدوء في المنطقة لمصلحة الجميع. لكن للأسف الشديد لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لديها الإرادة السياسية الكافية لتجعلها تتوافق أو تتجاوب مع هذه الرؤية.